أكد الفريق محمد أحمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في الأراضي السورية في مؤتمر صحفي اليوم داخل الجامعة العربية أن مهمة بعثة المراقبين العرب هي تقييم مدى التزام الحكومة السورية بالبروتوكول، وأن هذه البعثة التي دامت قرابة 20 يوما في شهرها الأول رصدت حقائق وأحداث 20 محافظة وضاحية سورية على رأسها دمشق وحمص وحماة وإدلب ودرعة، حيث تمثل في البعثة مندوبون من 13 دولة، وأن التقرير الذي صيغ بمشاركة رؤساء فرق المراقبين المنتشرة في معظم الأراضي السورية ليس هو من صاغه، كما نفى الدابي أن يكون هناك أي خلافات في وجهة النظر بين التقرير الذي قدمه والتقرير النهائي الذي عرضه الأمين العام للجامعة نبيل العربي، حيث دافع الدابي عن التشكيك في شخصه من بعض الجهات قائلا: أولا أنا لست مطلوبا للعدالة لكي أدافع عن نفسي. هناك يعني تصريح من المعارضة السورية يقول بأنه في الشهر بيموت 900 واحد. طيب ازاي في 900 واحد في الشهر وفي دبابات على الارض ومروحيات من فوق كما تقول المعارضه وقناصه على الاسطح يعني وعشرات الالاف بيخرجوا يتظاهروا؟ يعني المفترض ان يموت 10,000 واحد في اليوم كده. اطلاقا لم نتكلم عن شيء ما شاهدناه، ولا اعتقد انه ما قيل عن طائرات ودبابات واليات. انا بؤكد انه منذ ان ذهبت البعثه إلى تلك الديار سحبت كل الآليات الثقيلة من داخل المدن وفق نص البروتوكول، وأكد هذا. إحنا لا ننكر الإيجابيات التي بتعمل الحكومة، ما لازم نقولها، أنا ملزم أقول ما أجابت به الحكومة قبل أن أقول ما تطلبه المعارضة، لأن البروتوكول بنص ويلزم الحكومة وليست الطرف الآخر. البعثة مهمة الرصد وليست إيقاف القتل أو إيقاف التدمير أو تتناقض تصريحات الداب اليوم مع تأكيدات المعارضة السورية على استمرار الجيش والأمن السوري في استهداف المتظاهرين. انطلاقا من شعورنا بأن هناك مخاوف من عدم وفاء التقرير الذي سيصدر عن بعثة المراقبين، عدم وفائه بالحقائق الفعلية التي جرت على الأرض وعدم قدرته عن التعبير عما تم حتى الآن بناء على التقارير المتوفرة لدينا هو أقل من العدد الحقيقي، نعتقد أن هذا العدد قد تجاوز 10,000. على الرغم من أن تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد أحمد الدابي يحمل الكثير من الحقائق والوقائع على الأرض، إلا أن المعارضة والمجلس الوطني السوري ما زال يصر على الذهاب إلى مجلس الأمن ولا فرصة للبعثة العربية. منى عشماوي الجديد من داخل الجامعة.